عارفين ان البين مع التمبرتشر يعني عليها كذا سؤال بيحمل على اللاترال لاترال سباينو فالونيك تراك او ده اوبوزيت سايد بتاع الناحيه العكسيه اوبوزيت سايد. فعلي لو انا عندي انتراكتبل بين في الليفت ليج تقطع لي اللاترال سباينو فالونيك تعالي ناحيه اوعى تبقوا مش السيم سايد الريد كروس اهو بيعدي على الناحيه الثانيه لما تقطع دي تفصل الناحيه دي تاني كاستيشن. يبقى في معلومتين هنا ان البين والتمبشر بيحملها على اللاترال ادي اول معلومه. الاهم منها بتاع علي سايد قلت كل الكروس سنسيشن في الكروس تحت فالتراكس جايبه الاوبوزيت سايد انما الناس التوب بالفاين بالكروس التوب في المتعرض يبقى ما عملتش كروسنج فيل سباينال كور كروسنج فول ما فيش كروسنج سباينال كور. يبقى ما تقطع التراكس في سباينال كور الغسيله الكونيات الفاين يفقد على سيم سايد ولا تبقى معلومه في السي ان اس وعلم النيورولوجي بعد كده في سلسله سباطنها عامل من ايه؟ انك تقطع التراكس في سباينال كور الكرود يفقد على الاوبس والفاين على سيم وعدتكم قال لكم ايه ربنا عمل الكرسي اقولها بسرعه دلوقتي انت عندك لو كروت الفري كولمز اهو لو كروت ربنا وزع الاحسان في كام كولم؟ في كولم هو كروت كل الماني الرابع فده الفورس الكولم ده خلف حاجات الفاين اللي هو من ضمنها الفاين تاتش الفاين بريشن القرار هيبقى فايبريشن وأولاد العموم اللي هم الثور بيسابشن وعشان يؤكدنا الحقيقة ان بقى ده كده خالص ورا انه عكسهم الكروت حتى ربنا في الفنت تاتش اند فيشن معاك؟ ففضل اللاترال ده جاي من نصيب مين؟ البين ويل وبالك لما تقطع اللاترال سمايلو سيراميك مش هتفقد البين بس فوق البيع غصب عنك تفقد ال ده سؤال برضه يعني عيان عملوه انتوا لاترال كوردوتومي قطعوا له لاترال سباينو ثرامك مش هفقد البين بس في رجله العكسيه وكمان ايه؟ لما بتختار شو اللي عايز تراك. طيب قول لي بقى مين الاحساس اللي مخفل في دو كولمز لاهميته؟ بص كده على اسمي مين الاحساس اللي تم تنزيله مرتين؟ تاتش وخد بالك المال بريشر الا دي تاتش البريشر مش حاجه تاني البريشر عباره عن ديب تاتش يبقى التاتش مختلف في الدين لاهميته والناس بالفطره عارفه اهميه التاتش فان احنا بنقول في السبيشال سنس الحصه الجايه عندنا اربع سبيشال سنس الناس يقولوا حاصل خمسه وياخدوا معاهم التاتش مع الناس بالفطره فاهم ان التاتش ده حاجه خاصه مع ان هو سوماتيك في الدراسه هنا بس هو اهم السوماتيك لدرجه ان العامه بيقولوا الحواس الخمس التاتش وما ادراك ما التاتش. التاتش ده يمكن ان يكون مقام البصر. الناس اللي فقدت البصر بتقرا بايه؟ بالتاتش. صح؟ في الهيلينج كيلر المعجزه اللي فقدت البصر والسمع. ابتدت المربيه بتاعتها بتدي لها المعلومات بالتاتش بالتلامس. يعني كل المعلومات خليتها للتلامس ايفن كان يروح يحضروا كونسيرت يعني يحضروا حفله موسيقيه ما بتسمعش انت ما احتجتش دي لما بتقعد في الاوبرا حط رجليك على الارض تلاقي نفس الفايبريشن اللي على الستيج بتحصل على الارض انت طبعا مش مركز عليها لان عندك نعمه احسن وهي السمع لكن لو ما عندكش نورم هتتابع بالفايبريشن اللي هي روح بالتاتش يبقى خلصنا ان التاتش ده حاجه مهمه قوي فربنا مثله في كام كولم؟ تو كولمز خلاص يبقى عشان تفقد التاتش لازم تفقد كام كولم؟ تو كولمز غلط في كولمز لان طبعا وان ليجن ما فيش واحد بيجيله تو ليجنز ده ربنا مثله في ابعد تو كولمز يعني عشان يفقد لازم تاخد نص السباينال كورد كمان اللي مش بس في دورسال لاترال او بنترال لاترال لا
مش تو، ده انت لازم عشان تطلع تاتش تاخد من اول الفنتر لحد الدورس، يعني تاخد نص السبايكول ثلاثه كولنز. يبقى تاني نفصل في كام كولن التاتش؟ فالواحد يتهيأله عشان نفصل التاتش لازم ناخد تو كولن، لا وان ليجن. طب طبعا ما حدش هيجيله تو ليجن، وان ليجن لازم تتقبلهم ان ثلاثه. ده حتى لو قطعت الثلاثه على ناحيه واحده مش هتاخد التاتش، عارف ليه؟ لان ربنا عمل الكروسنج لغايه التاتش. تعال تخيل انا الشخص ده وعندي الثلاثه كولن ناحيه اليمين مقطوعين، الرجل دي الناحيه الثانيه دي هتفقد الكروب، لان الكروب بيفقد على اي ناحيه؟ على الاوبس. فقدت الكروب لكن ما زال عندها ال فاين، وطبعا رجله تقيل لو القطع فوق. طيب القطع هنا، انما الفاين بيفقد على اي ناحيه؟ على نفس الناحيه. يبقى الرجل نفس الناحيه هتفقد الفاين وعندها الكروب، يبقى اللي فقد الكروب ما زال عندها الفاين، واللي فقد الفايل ما زال عندها كروت. يبقى الاحساس الوحيد الذي لم يفقد برغم قطع الثري كولمز هو التاتش. ليه؟ افهم، لان ربنا مش عمل كروسنج ات تو ديفرنت ليفلز، كروسنج ات تو ديفرنت، ما كانش الغرض كروسنج، ربنا عاوز الكروت يعدي تحت عشان الفقدان دائما ابدا يبقى على الاوبوزيت للكروت. والفايل كروسنج فوق، يبقى ما عملش كروسنج في السبينال كروت، يبقى تملي على سيم سايد. فلو قطعت الثري كولمز السيم هيفقد الفايل لسه عنده كروب، والاوبوزيت هيفقد الكروب لسه عنده الفايل. فكان الغرض ليه ربنا عمل كروسنج؟ لصالح التاتش، وما ادراك ما التاتش، من حيث تمثيله في كم كولم نمره واحد؟ ليه؟ هو الوحيد اللي مسلم تو كولمز، الفاين في الدورسال كروب قدام. لطالب اول ما فكرت فكرت غلط، طب عشان افقده قلت له اطلع دو كولمز، الاجابه الصحيحه كان لازم تطلع الكولمز اللي هو مش في ابعد اثنين، فاول ليجن لازم يشيل الثلاثه عشان تشيل تو كولمز. ده ايه لو قطعت ثلاثه كولمز؟ نص السباينال كورد ما فيش ولا حته في جسمك فقد التاتش، لان الفاين دائما ابدا بيفقد على السيم، والكرود يفقد على الاوبس. اللي فقد فاين عنده كولمز، وفقد كرود عنده فاين. This is my theory. Why crossing؟ لماذا حدث crossing؟ قلتها world wide وكل الناس قالوا very thankful. يعني ولا textbook في الدنيا كاتب why crossing؟ ده تطويل للخيوط. ما لو طلعوا دي هنا على طول وطلعوا دي هنا على طول خلص الموضوع. طيب مرة سألني American student سؤال جميل قوي. قال لي طب ده التاتش، why other sensations cross؟ الإجابة كانت بسيطة جدا، ما ينفعش نقص بإحساس ونسيب الباقيين، لأن في حاجة اسمها سوماتيك أسوشيشن هيرينج، بتربط إحساسات الحاجة الواحدة في كوربس واحد، فما ينفعش أمسك كورة إحساس التمبريتشر مثلا يوصل الأريا وإحساس التاتش أريا الناحية التانية، طب إزاي أجمعهم عشان أعمل ستيريو بنص؟ فأدام قررت حاجة تقص لازم كل الإحساسات الخاصة بنفس الأوبجيكت بين، لو كان في مثلا دبوس وتمبرتشر سائع وتاتش، أدام حاجة هتقص لازم الكل يقص معاها عشان يحصل لهم في إيه واحدة إنتر فبوش وتقدر تعرف إيه إنت في إيدك، فما ينفعش نقص بالتاتش بس والباقي نطلع بيه الناحية التانية، يبقى لازم أحسب من الناحية اليمين في الآخر تلتاني في الكوربس الشمال كلها كلها. فأي حاجة تحطها في إيدك اليمين كل إحساساتها هتبقى في الكوربس الشمال، فتقدر تعمل لهم إنتر ده كان احسن سؤال اتسالته وورد وايد. طب ليه الاذر سنسيشنز كروس؟ وقد كانت هذه هي الاجابه. يو كان نوت كروس باحساس واحد توجيه اوبوزيت، ولكن احساسات التابعه لنفس الاوبجيكت توجيه السيم. طب ازاي بعدين لما تمسك الاوبجيكت ده؟ لازم تربط كل الاحساسات الخاصه بنفس الاوبجيكت، لازم توجيه نفس الكورتكس عشان تجمعها. فده من تاتش الكروس ده من كل كروس. ليش الفاين كروسنج؟ اتس انتجيت complicated. That's the stimulation of mind. يعني عشان الناس ما تفتكرش ان احنا جايبين واحد من الثيرد وورلد كانتري ده جاي يهدد. This why almost وبعتذر ذلك. في اي جامعه الطلبه هم اللي بيحددوا مين يدرسوا. بيبقوا يدوني ورقه من فضلك خد الورقه دي وقدمها في الهيومن ريسورسز يدوك فول جوب ما خدتوش شغل ولا على بكره. بحب اروح من فضلك للسجاير بس. فقلت كان فرق بالشوك. ما
لو طبقوا النظام ده علينا هنا في كليه الطب نص الاساتذه اللي عندنا في الكليه لو الطلبه هي اللي هتحدد مين يشرح ومين ما يشرحش. بص بس خلينا نسيب طب ده انا مش عارف تعريف مهندس ده الكورس. اتمنى 50% منكم يكونوا فاهمين الفكره. I think أكثر من 50 مش كده. عظامكم فاهم إيه الفكر؟ إن مين أهم إحساس في السوماتيك؟ فربنا عمل الكروسنج لصالح التاتش. وبناخدها حتة حتة تمثيل في تو كولرز جراحة. أبعد تو كولرز لمادتين واحد يكروس تحت وواحد فوق عشان الأوبوزيت يفقد الكرود والسيم يفقد الفايل مفيش حتة توزع الفقدان فقط كرود عندها فايل وفقد الفايل عندها كرود. الإحساس الوحيد اللي فهمنا الجراحة قطع تو كولرز فوق. التاتش وما أفراد ما التاتش الخلوط أقل على البصر والسبع والناس من فطر إحنا نقول السبيشال سنس أربعة هم يقولوا خلاص الخمس حطوا معاهم في التاتش حسوا إن ده حاجة مهمة. كلمتني عربية تفيدني إنما بذلت الفكرة في مراكب عربية بذلت زمان أولي بعدين بسطت من الفكرة ما أخدش بقى العربية النقل وقت وصاد وقت ده مسبيل ما عليك. يبقى تاني لو عندك انتراكتبل بين في الرايت فليك تقطع ازم تراكس عارف منتخب مشجعي مصر لازم لا يعني خلاص ده نوتسايد ريسيو مهم وهتفقد اي احساس غصب عن عينك ما تقدرش تتفادى فقدانه. وكمل عمرك ما هتفقد بين لوحده لازم تاني معاه تاني.